تعرفون هذا؟ نعم نعرفه. أن السراج ما أقامه إلا أوروبا وأمريكا. أكيد أكيد. والله لن يتخلوا عنه. تعرفون هذا؟ نعم نعرفه. أن السراج ما أقامه إلا أوروبا وأمريكا. أكيد أكيد. والله لن يتخلوا عنه. نعم نعم نعم. نعم. نبغى يضربون حفتر طبقاتنا. نعم. بس أنا أحذر إلى الآن. نعم نعم. والكلام هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى يبلغ به بإذن الله تعالى. ولكن السراج ما يليش داو أي شيء الواقع. السلفيون نشروا الدعوة السلفية في الشعب الليبي. نعم. الشعب الليبي من أحسن الناس واستعدادا وقبولا للدعوة السلفية. نعم 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 شيخ. هذه الطريقة أحسن. نعم. وأسلم. والله أعتقد أن أوروبا وأمريكا لا يقفون إلى جانب هؤلاء وملائهم لا يقفون. والله أعتقد أن أوروبا وأمريكا لا يقفون إلى جانب هؤلاء وملائهم لا يقفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يطفئ نار الفتنة في ليبيا وغيرها من بلدان المسلمين، وأن يرفع راية السنة والتوحيد، ويقوي أهل السنة والجماعة، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يبتعدوا عن الفتن، ولا يشاركوا أهل الهواء والفتن في القتال، ويبتعدوا كل ابتعاد، وينضموا إلى أخوانهم السلفيين تحت راية حفتر. وفق الله الجميع. حفظك الله يا شيخ.